بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قاله حين يصبح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي ثم مات من ليلته كان من أهل الجنة. طبعا في المساء، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أو كما ورد في الحديث. في هذا الدرس بإذن الله سنبين كيفية الاستفادة من المكسر في ضبط أماكن الكاميرات، بحيث يظهر المشهد معنا بشكل جميل، وعمل بلوك لحركات الكاميرا، بحيث أني أستطيع يكون عندي تحكم عالي، ولما أختار زاوية معينة للكاميرا كيف أستطيع أن أطيل مدة بقاء الكاميرا في هذه الزاوية بسلاسة وبسهولة. طبعا ميزة المكسر أن أي حركة، أي مجسم له محاور، ترانزليت، روتيت، سكيل، تستطيع أنك تدخله في المكسر و تخزنه وتستدعيه في أي وقت تشاء. طيب، دعونا ندرج كاميرا. هذه الكاميرا أدرجناها، نلغي، ننظر من خلال الكاميرا بالإس والكليك الوسطي، نختار زاوية معينة طبعا ونحن على الفريم الأول. لاحظوا معي هيدلايت شيدد، نريد أن نلغي رؤية الكرفات، لا نريدها، نريد نلغي تشينز، يكفي هكذا. طبعا هذه نقاط، ونلغي أيضا الـ Control Object وأيضا النل. يبقى عندنا الكاميرا، نقطة التركيز، نضغط حرف الجي لنخفي، ننادى على الشبكة. طيب، ونحن في الفريم الأول اخترنا هذه الزاوية للكاميرا، جميل، مثلا هذه الزاوية، جميل، ونحن مختارين هذه الزاوية لابد شرط أساسي أن نختار الكاميرا بالإضافة نضغط كنترول كاميرا 1 والكاميرا انترست، طيب، أو بؤرة التركيز أو F3 وتختارها، ثم تذهب إلى ستور ترانسفورميشنز كورنت فاليوز، قيم حركة الكاميرا، وتسميها مثلا شوت 1 اللقطة الأولى. طيب، مثلا خلينا نسميها 1. كم تريد أن تبقى فريم؟ أريدها أن تبقى لمدة 10 فريمات قابلة للتعديل. Add source as a clip in the mixer، أضف هذه اللقطة إلى المكسر أو الزاوية للكاميرا. تمام، أضفناها. ننتقل بالكري فريمات هنا مثلا لأي مكان، ونختار زاوية أخرى. فرضا أريد أختار مثلا، طبعا المفترض أن نحرك اللوكيتر تبع نقطة التركيز إلى منطقة أخرى، مثلا اخترت هذه المنطقة للرأس، تمام، وتأكد أن الثلاثة مختارة، وستور أو كليك وسطي يأتي لك بآخر أمر، سميها 2، وأختار أن تبقى 15 فريم وأضيفها للمكسر. أوكي، أذهب للأمام وأختار مثلا زاوية أخرى. تمام، أنا لا أعلم أين ذهبت شخصيتي. أين أنت أيتها الشخصية؟ تمام، أها، هنا. طيب، نريد أن نختار هذه الزاوية، جميلة، نتأكد بس أنها مختارة، ستور، نفس الخطوات السابقة، نختار أي عدد من الفريمات، أوكي، نسميها 3. لو ذهبنا الآن للمكسر، بسم الله يا مسهل، فيو أنيميشن، أنيميشن مكسر أو ألت زيرو، طبعا من قائمة الفيو هنا كل القوائم اللي تحتاجها. المكسر كما تشاهدون الثلاث شتات موجودة عندي. حلو الشتات. طيب،
لاحظوا معي ما الذي يحصل لما نحرك المؤشر. هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية، الرأس طبعا ما ضبطناها بشكل جيد. وهذه الزاوية الثالثة. مثلا الثالثة أريد أزيدها بهذا الشكل، أزيدها إلى أن تأتي الشخصية، تمام؟ لا أريد أن يحصل تقطيع هكذا، أريد أن يحصل ترانز، يعني انتقال. فأذهب إلى المكسر واختار الخيار الأول ستاندر ترانزيشن أو حرف التي، وأسحب. أنا أول مرة أعملها. طيب كيف أعمل أها أها سحبت النقطة الصفراء، لاحظت سيعمل لك الانتقال. لا ملاحظين؟ حتى يكون واضح دعونا نسحب طبعا تسحب النقطة الصفراء. لاحظوا معي لما أوخر هذه عفوا دعونا نعيد من جديد. مثلا نخرج من تي، نخرج بأي منطقة. لاحظوا معي الانتقال اللي حصل. طبعا تسحب الأصفر هذا إلى الأعلى، لما سحبناه صار عندنا انتقال. طيب أريد أزيد والله أريد أن أنقلها بهذا الشكل، وهذه أنقلها هنا. لاحظوا معي الانتقال اللي حصل، ملاحظين؟ طبعا حصل انتقال. طبعا أنت تستطيع تضبطها إن شاء الله أفضل مني، لكن هي الفكرة العامة هذه. أيضا أنا وضعت انتقال هنا بسحب اللون الأصفر، تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعطيتكم الخط العام للفكرة إن شاء الله. أنا كل ما تعلمت شيء جديد أحاول أشارك فيه الإخوة مع كثرة الأخطاء لدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج قفل.